فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من صلى صلاة جهرية لوحده في المسجد هل يجهر بالصلاة أم ينتظر حتى تأتي جماعة معه ثم يجهر بالصلاة؟ مخير، الجهر والإسرار مخير فيهما، إن كان الجهر في الليل أفضل وفي النهار الإسرار أفضل، المسألة مسألة استحباب فلا بأس بذلك، جهر أو أسر. نعم.